محمد يعني لان الحلقه تقريبا يعني فضل الله اقل من 10 دقائق. لو عايزين نقول للناس كلام نهائي، كلام اخير، كلام من الاخر، الدعوه للنزول لمصالح شخصيه، لمصالح فرديه، الدعوه للنزول وراها حد، الدعوه للنزول دي ايه اللي وراها، بتستهدف ايه، بمنتهى الشفافيه ومنتهى الوضوح. الدعوه للنزول دي عشان مواطن مصري بحلم بحريه، حريه راي، حريه اعلام، حقي يرجع لي اعيش محترم زي الناس اللي عايشه دي، بس مش طالب حاجه، هو ده اللي احنا عايزينه، مفيش حاجه زياده. كونك كمان عايز اقول على حاجه مهمه على موضوع العشوائيات، وانا قلتها تقريبا معاك احمد في الحلقه المره اللي فاتت. يا جماعه، الشقق اللي موجوده اللي احنا عملناها في كل انحاء مصر دي بتاعت الناس الغلابه اللي في العشوائيات يروحوا يستلموها. الحاجات اللي هو عملها قله القيمه بتاعت حي الاسمرات وحي الاحمرات والحاجات دي، لا، احنا عاملين حاجات تخض اللي هو الاسكان الفاخر اللي هو بيبيعه عشان نكسب فيه فلوس. ده ملك الشعب. ده انا عندي ناس اصحابي والله العظيم اللي عنده 50 سنه وما جابش شقه، قاعد في قانون جديد، في قانون جديد هو ومراته وعياله، انت متخيل؟ وكميه الشقق اللي في مصر عامله ازاي اكتر من البشر. ده احنا عاملين شويه عمايل فوق الخيال، فوق الخيال. اداره المهندسين كانت بتعمل عماير، واداره الاشياء بتعمل عماير، والمركز البصري بتعمل عماير، ومش عارف اداره المصانع بتعمل عماير، وانتوا قاعدين في مزبله وقاعدين في عشش اللي هو مستقطر عليكم دخل يهدها. فادي دي حاجه ترجع لحق ده للشعب المصري، ده حقكم، ولا حد بيمن عليكم ولا حد ده دي اول حاجه انت تعملها، تروح تفتح الشقه وتقعد فيها. ثاني يوم يمشي السيسي، اطلع اقعد انت وعيالك، يقول لك انتوا حراميه. يا راجل، ده في اسبانيا عاملين قانون غريب قوي، مش قانون يعني، في حاجه في اسبانيا كده وهم يخشوا يجيبوها. النهارده لو انا نزلت معايا عيالي مثلا ولقيت شقه البنك متحفظ على شقه يعني مثلا مع عليها فلوس او اني واي يعني شقه، يقول لك يفتحها يخش يقعد، الضباط ما يقدرش يطردوا منها لو معاه طفل الا ما يوفر له سكن. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بص قد ايه وانت لاجئ يعني، مش ابن البلد، مفيش حاجه اسمها ابن البلد، اسمها قاعد في الشارع، ده مفيش الكلام ده، مفيش الثقافه دي خالص، مستحيله، ولا في المانيا ولا فرنسا اللي بيجيب سيره المانيا قطع لسانه. فانت اول حاجه يا مصري زي ما الراجل طلع 80% من العشوائيات اللي عايز يهدها، لا احنا هنهدها، بس بتروح تقعدوا في الشهر المحترم اللي هو عاملها لايه؟ بفلوسكم اللي انا عملتها معاه. والله العظيم يا احمد كان قلبي بيتذبح، بقول بنعمل بفلوس الغلابه وعايزين نبقى عليهم تاني. شغل زوم محمد احنا في نظر عبد الفتاح السيسي ونظامه وسلطته، انا وانت واللي زينا، وفي نظر اعلاميينه وفنانينه وبعض اللي ماشيين في ركابه، احنا مخربين واهل الشر، واحنا بنتاجر بغضب الناس، واحنا بنعمل اللي بنعمله ده علشان مصالح شخصيه، او بتدفعنا المخابرات الفلانيه او المخابرات العلانيه. هل المستهدف هو التخريب؟ هل انت بتاخد من المخابرات؟ هل انت بتتاجر بغضب الناس؟ اتفضل يا محمد، يعني كذا سؤال جاوبه مره واحده. هو طبعا بيكرهنا وبيقول ان احنا اهل شر، لان احنا بنمشي في السبوبه بتاعته وفاتحين 24 ساعه. والراجل عايز اللي يعرض له زي الاعلام المصري، الاعلام المصري، لكن هو لو راجل محترم يقبل المعارضه، وجوه بلد لو راجل نظيف يقبل المعارضه. طب ما انا طلعت قلت انا محمد علي وتعالى اتحداك يا سيسي عشان عارف تاريخي عامل ازاي، لكن هو حرام. ايه المشكله؟ فالنهارده هو هيطلع لنا ايه؟ احنا اللي حراميه، لكن احنا في نظر الشعب ايه؟ في قمه الاحترام. والله العظيم بقابل المصريين ان هو بص وحضان، بس ما بيصعبش عليا غير حاجه واحده، يقول لي نفسي انزل صورتك على الفيسبوك معايا، بس خايف لو يتقبض عليا. انا ما يهمنيش نظر السيسي، ان انا وانت يا احمد احنا في نظر السيسي ولا حكومه السيسي ولا اعلام السيسي ايه؟ ده احنا اصلا مش طايقينهم. لكن الشعب احنا في نظره ايه؟ وده اللي اهم، حب الناس اللي انت سامع التليفونات. بتحركك مخابرات دول اجنبيه يا محمد وبتديك فلوس؟ اعترف. اقول ايه طيب؟ ايه الكوميديا دي؟ مخابرات اجنبيه. يا سلام، وصلت للموضوع ده. ده انا جامد قوي مع عربي. يقول لك زي الاغبياء جايين يقولوا، كنت متصور، كنت معزوم في حفله مره وكان فيها وزير الدفاع الاسباني، فالراجل لطيف جدا بيتصور مع الناس، فقلت لهم انا ممكن اتصور معاه؟ قالوا لا. قمت رايح متصور معاه، قال لك مع الموساد البريطاني. يا راجل، ده مطلع بريطانيا ان هي بتقول الموساد البريطاني اصلا، يعني اصلا هو الموساد الاسرائيلي. ما علينا.
انا اهلي بريطاني. محمد الناس جايبه لك مع المسدد البريطاني. الوقت بينتهي، انا عايز اسمع منك كلمه حبيب. في الاخر اهل السويس، حتى لو 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 ناس مش كتير، حتى لو الناس نزلت او ما نزلتش، محمد علي تقول ايه للناس في دقيقه اخيرا؟ يا رب يا رب كل شعب مصر يوم 20 زي ما اهل السويس عملوا كده النهارده. نفسي اسمع دي واقولها معاكم بحرق. الله اكبر على اهل السويس، طول عمركم انتوا دايما بتبقوا الشراره، وان شاء الله مصر كلها هتبقى الشراره. واتمنى من ربنا ان يوم 20 ده يبقى صابح علينا تاني يوم اشراقة شمس جديده اسمها حريه. ده اللي اتمناه، ما عنديش حاجه تانية اقولها والله يا احمد غير كده، ده اللي انا مستنيه. ان شاء الله ربنا يكتب للناس الخير ويكتب لمصر واهلها الخير. انا بشكرك يا محمد على وجودك معايا دايما النهارده او يوم قبل كده او ان شاء الله فيما سيكون يعني. شكرا ليك يا محمد، وكل الدعوات والامنيات الطيبه ليك ولاسرتك ولاسرتنا الكبيره وشعبنا اهل مصر احبابنا كلنا. شكرا يا محمد. اللهم امين. اشكرك صح. شكرا دايما على خير.